لدرجة إن في سورة في القرآن، سورة النمل. سورة النمل. هل عالم النمل أو مملكة النمل من العجب بهذا المكان أن تكون سورة باسمه؟ النمل له تعقيد أكثر بكثير من الذباب. كل الذي رأيناه في البعوض والذباب، النمل تجد مجتمع منظم معقد لديه اتصالات ذكية، ما يسمى بالاتصالات الذكية، تقنية الاتصالات الذكية GPS، وبيتواصل مع بعض، يتواصل ويحدد، والشيء مذهل. ولكن أنا اليوم سأحدثك عن أغرب ما رأيته أنا في عالم النمل، وهو أدهشن أن النمل يستعبد نمل آخر. معقول؟ هو النمل أحجام و... طبعا وأجناس هناك وأعراق، آلاف الأنواع من النمل فعلا، آلاف هناك آلاف من الأنواع. الله الله الله. هذه النملة الحمراء التي تظنها وديعة، ولكنها يعني لديها خطط في السرقة، في الاستعباد، في تسخير الآخرين لخدمتها. دي المفروض أكبر حجما شوية من النمل الثاني، ولا ليس بالضرورة؟ مش بالضرورة، هي قضية ذكاء فقط. من حيث ماذا؟ الحنكة والذكاء. إزاي بقى؟ طيب. هنا دعني أرى هذه النملة. طبعا هذه الدراسة قام بها علماء من جامعة كاليفورنيا. نعم. وجدوا أن هذه النملة، انظر هنا، هذان فكان فكوك النملة يصلحان لحمل الأشياء، ولكن لا يصلحان لهضم الطعام ولا قطع الطعام ولا تفتيت الطعام، فهي لا تستطيع أن تأكل. ما بتأكلش؟ بهذين بدور. هذين دوا كأنها رافعة يعني مستكات كده. هي قوية جدا، تستطيع أن تمسك 100 ضعف وزنها بهذين الكماشتين. معقول؟ 100 ضعف؟ 100 ضعف. وهناك قياسات علمية أثبت العلماء أنها تستطيع أن تحمل 100 ضعف وزنها وتمشي بها. الإنسان كم يستطيع أن يحمل؟ إنسان يعني وزنه 100 كيلو. لو رجليه حملته بالعافية كويس يعني. سبحان الله. طبعا. فهذه النملة أقوى من الإنسان بمئات المرات، لأن وزنها خفيف جدا. هل نتيجة غرام. عضلات في, 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 في هذين الذراعين مثلا؟ المفاصل هنا فيها مجموعة من العضلات والعظام القوية جدا وقاسية، لديها هيكل عظمي قاسي جدا يتناسب مع حجمها، يتكسر مثل الزجاج عندما تضغط عليها أو تدوس عليها. لا يحطمنكم سليمان. لا يحطمنكم. بالضبط. الله، يعني كلمة يحطمه بالفعل مقصودة، يحطم دقيقة. تحطيم يعني. تحطيم، مش تفعص ولا حاجة. بالضبط فعلا. بالضبط، لديها هيكل خارجي عظمي قاسي جدا، من الهياكل العظمية القاسية. يتكسر تكسيرا. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. يا الله يا الله، سبحان الله. ترفع بقى الأشياء اللي هي عايزاها زي إيه بقى؟ هي بتدور عليه أو تبحث عنها؟ هي الآن ستذهب إلى نمل آخر لونه أسود، سنراه الآن. نمل بسيط مسكين. غلبان. تشن حربا عليه. تمام. تدخل إلى مستعمرته وتستكشف هذه نملة. هذه نملة عفوا. هذه نملة تستكشف أولا. عرفت مكان مسكن النمل الأسود الذي تريد أن تستعبده. هل له مستعمرات، مساكن؟ مساكن حقيقية وبيوت وغرف فعلا؟ وغرف لتعقيم الصغار، وقصة كبيرة. مجتمع يعني. مجتمع قائم بذاته. أمم قائمة بذاتها. سبحان الله. انظر، لديها قرني استشعار طويلين هنا. هذا قرن وهذا آخر طويل. ليس عبثا، هذا لجمع المعلومات، وتجمع المعلومات على ثلاثة أشكال: إما روائح كيميائية تدركها تشمها، هي تنتشر في الهواء، مادة تنتشر مثل رائحة العطر. أنت عندما تشم رائحة طبخة معينة تدرك أن هنا عندي جهاز شم. هي عندها جهاز شم؟ بالضبط. تشم ودقيق. تمام. والشيء الثاني ترددات صوتية تسمعها وتدركها. والشيء الثالث الترددات الكهرومغناطيسية، تطلق ترددات مثل الراديو. زبزبات. وهذه المسافات البعيدة. الكيميائي للمسافات القريبة، الصوت للمسافات المتوسطة، الكهرطيسي أو المغناطيسي للمسافات الطويلة.
الله أكبر. سبحان الله. وهي التي تحدد المسافة، يعني هي كمان عندها من الذكاء أن تحدد المسافة وتتخذ القرار في دماغها الصغير جدا أنها تذهب إلى هنا أو هنا أو هنا. آمنت بالله. سبحان الله. وانظر هنا إلى هذا التعقيد. ما هذا التشريح دكتور؟ قول لي جسمها كده في عجالة كده يعني من النملة دي. يعني هذان قرنان استشعار هنا في الأعلى. تمام. مهمتهما قلنا حساسات جمع البيانات. نعم. هذين الفكين مهمتهما حمل الأشياء الثقيلة والمسير لمسافات بعيدة. تمام. هذين عينين هنا، هاتان عينان وفيهما مئات العدسات أيضا. أيضا. كل عين فيها تقريبا. يعني أنا أشوف 360 درجة ولا؟ لا، هي هنا تستخدم الأنتيلات أكثر للرؤية. والشعيرات على ظهرها تستخدمها للرؤية أيضا. تتحسس أيضا الأصوات، تتحسسها بهذه الشعيرات. لا. وتنقلها إلى الدماغ كلها. وهذه الأرجل الستة مفاصل دقيقة وخفيفة وطويلة، وهنا أيضا شعيرات ومخالب في الأسفل. سبحان الله. هذا يعني تشريح بسيط، أما إذا دخلت ستجد تعقيدا مذهلا. أكيد أنا معك. يعني سبحان الله، يعني طبعا سبحان الله. نرى هنا بكاميرا عادية، لم ندخل بالمجهر الإلكتروني وترى العجائب في الداخل. هذه النملة قلنا تستطيع الحمل أكثر. النمل الأسود لا يستطيع الحمل، يستطيع تفتيت الطعام أكثر. هي داخلة فين بقى، في مجتمع تاني ولا راح النمل تاني؟ هو النمل الأسود يعني. هذا تريد أن تستعبد النمل الأسود. كيف تستعبده؟ الآن هذا فيلم فيديو سنرى الآن بصوت. هذا هو النمل الأسود، انظر لديه فكين، نفس التركيب، نفس الخلقة، نفس الجسم، نمل كله. نمل كله واحد، ولكن يعني في اختلاف في المهام والذكاء وبعض السمات الخارجية بما يتناسب مع عمل كل منها. الآن أخذت هذه النملة فكرة عن المستعمرة، ثم تقول للنمل الثاني بقى جيب وتستدعي. الآن يأتي، انظر، يأتي عبر أفواج. الله، جيش تتطار. نعم. غزوة، تغزو الآن، تغزو وتريد أن تأخذ العبيد. تأثير النمل الأسود، ولكن لا تأخذ النمل الأسود لأنه يصعب تربيته. تأخذ البيوض لتربيها، هي تربيها، تفقس عندها. تفقس عندها. نعم. الله أكبر. تأخذ البيوض، انظر هم يبحثون عن معركة بقى بينهم، يعني معركة حقيقية. سبحان الله. تأخذ البيوض لكي تربيها. أنا شايف كمان النمل الأسود بيدافع، يعني في مشكلة بينهم كبيرة، يعني طبعا ضخمة. هي تدافع عن أبنائها. معركة ضخمة يعني. النمل الأسود يحاول الدفاع. هذه البيوض. ستأتي النملة الحمراء لتسرق. انظر، سرقوا البيض ويذهبون به إلى مسكنهم، مستعمرتهم، إلى مستعمرة أو مسكن. لكل نوع من النمل مستعمرة خاصة أو مكان خاص. مستعمرة وغرف داخل المستعمرة، وشيء يعني سبحان المبدع، مساكن حقيقية. لهم قائد ولهم كبير. هناك ملكة نمل وهناك تنسيق بينهم، هناك من ينسق، لأنك 10,000 نملة لابد أن يكون هناك تنسيق وتخطيط. غالبا وادي النملة أو بيت النمل فيه 10,000؟ لا، في ممكن أن يصل إلى مليار، بعض المستعمرات مليار نملة. إذن بياخدوا مساحة يا دكتور، يعني ممكن مساحات كبيرة لا نراها تحت الأرض وفي الكهوف والكذا. انظر هنا ماذا فعلت. انظر هنا، بدأت بضخ مادة، هذه يرقة أو نملة جديدة فقست للتو. انظر على اليمين هنا. نعم. هذه نملة سوداء، ولكن الآن فقست من البيضة، لونها أبيض. تضخها بمادة لتعمل لها غسيل دماغ، لأن النملة هذه السوداء سوف تدرك أنها ليست هذه أمها الحمراء. وإزاي تدرك؟ تضخ مادة فتظن هذه النملة السوداء أنها في بيتها الخاص. وتأثرها. لها غسيل دماغي. غسيل دماغ تؤثر عليها، لأن النمل عندما يخلق يشم رائحة أهله أو أمه، مثل الطفل الصغير. سبحان الله. يشم رائحة أمه. سبحان الله. فتعطيها هذه النملة رائحتها الخاصة، فتظن أن هذه أمها. فتروح معها. فتبدأ بتفقس وتسخر لخدمة النمل الأحمر.
فهذه النملة السوداء تأتي بالطعام، انظر تأتي بالطعام وتمضغ الطعام هكذا ثم تطعمه للنملة الحمراء. يعني أنا هذا من أغرب المشاهد التي رأيتها الآن بعد قليل. خدامة يعني تهضم أو دودة دي. نعم هي تذهب لجمع الطعام الآن. انظر انظر هنا فقط، انظر الفكين هنا مختلفان هنا، انظر هذا الفك مختلف عن ذلك. صحيح. لديها أسنان هنا لتفتيت الطعام، مهمتها تفتيت الطعام هنا، بينما هنا النملة انظر هذان غير قابلان لتفتيت الطعام. فهذه دي سودة ودي حمراء. التشريح نفسه كمان مختلف من الداخل نفسه تقريبا. ولكن اختلاف الفكين هنا. هذه النملة قوية في الحمل، هنا تطعمها، انظر سبحان المبدع. النملة السوداء تطعم النملة الحمراء، تفتت لها الطعام وتطعمها وتضعه في فيه، تضع في فمها. دي ما فيش شغالات كده يا فندم عندنا. لا انظر انظر هنا تأكل، تأكل منها وهي راغية مقانعة. هذا النمل الأسود هم عبيد، أصبحوا عبيد مطيعين، ما بيهربوش لا ويدافعون عن أسيادهم. هم يعتقدون أنهم من أبناء هذا النوع من النمل. يعني تعتقد يعني أمها أو أبوها. أيوة. يعني ولولا هذه الميزة لمات النمل الأحمر لأنه غير قابل. النمل الأحمر ما بيأكلش، يأكل بهذه الطريقة. ما يقدرش يأكل لوحده قليلا زي النمل جدا. لا قليلا، لذلك معظم وقت النمل الأحمر يمضيه في سرقة البيض. لا على ده موضوع مهم. يعني النمل الأحمر نفسه ما يقدرش يعتمد على نفسه في البحث عن الطعام. لا يستطيع، لا يستطيع، وإلا لما اتبع هذه الطريقة. الله أكبر. طوق النجاة الوحيد بالنسبة له نجيب نمل أسود يأكله. يأكله بالضبط بالضبط. آمنت بالله. والنمل الأسود يفضل مستعبد عند النمل الأحمر ويبقى هكذا راغما قانعا. وتمر هذه التقنية منذ ملايين السنين يمارس هذا النمل. سبحان الله. لذلك قالت نملة عندما أنزل الله سورة سماها سورة النمل لم يكن عبثا. ليس عبثا، لا أبدا. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم.